موجز لأهم الأنباء يأتيكم من أونلايف، أهلا بكم. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن أفراد القوات المسلحة والشرطة يبذلون جهدا عظيما لمحاربة الإرهاب، مضيفا خلال كلمته أمام طلاب الكلية الحربية إن مصر تدفع فاتورة عالية التكلفة من الأرواح والأموال في سبيل تأمين حدودها. أكد الرئيس السيسي حرص مصر على الاستفادة من قدرات شركة سيمينز في مجال التدريب الفنية، وخلال استقباله جو كايزر رئيس مجلس إدارة الشركة بحث السيسي مقترح إنشاء جامعة للشركة في مصر باسم فورنر فون سيمينز، لتكون أول جامعة تقيمها الشركة في العالم لتخريج كوادر متخصصة في مجالات التكنولوجيا والكهرباء والإلكترونيات. بحث وزير الخارجية سامح شكري مع وفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة النائب الجمهوري إيدر ويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مختلف جوانب العلاقات المصرية الأمريكية، وشهد اللقاء نقاشا مطولا حول العلاقات المصرية الأمريكية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف الجوانب. قال وزير المالية عمرو الجرحي إنه يتوقع ظهور الآثار الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات، مشددا على أن ذلك يرجع بشكل كبير إلى الإصلاحات الصعبة التي اتخذتها الدولة خلال الأشهر الماضية. استقبل ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وحاكم دبي شيخ محمد بن راشد الشيخ سلطان بن سحيم آل ثان، وخلال اللقاء الذي عقد في قصر البحر أكد الجانبان على العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الشعبين الإماراتي والقطرية، وأعرب الشيخ سلطان بن سحيم عن سعادته بالاستقبال الحافل الذي حظي به في الإمارات. طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي عن برقة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد نوري بوسهمين رئيس المؤتمر الوطني المنتهية ولايته حول تصريحاته بدعم الجماعات الإرهابية بالسلاح في بنغازي ودرنا. مستمرون معكم على رأس كل ساعة إلى ملتقى.